طيب علشان نفهم ازاي ان احنا نحسب بقى السامبلنج ريت، اوكي، الريكويرمنت الاساسيه بتاعتي اللي لازم اكون فاهمها كويس قوي ان المفروض ما يبقاش فيه اليسنج. اليسنج معناها ايه؟ معناها ان يبقى فيه تداخل بين دي وبين دي. لو انا اصلا الاوريجينال فريكوانسي سبيكترم بتاعي شكله عامل كده وبعد السامبلنج بقى شكله عامل كده، يبقى انا ستيل برضو دي زي ما هي كلين، ما حصلهاش اي اليسنج، ما حصلهاش اي اليسنج معناها ما حصلش اي تداخل بينها وبين اللي جنبيها، فاقدر ان انا لو حبيت اخدها في اي وقت اعمل فلتر هنا كده واخدها. انما لو حصل اليسنج، اليسنج بيخلي الحاجات تتداخل مع بعض. لو الفريكونسي فرضا انا عملت مثلا هي السامبلنج فريكونسي بتاعتي كانت قليله شويه، اللي بيحصل ان البالس الاصليه بتاعتي بتبقى هنا والتانيه بتبقى هنا والتالته بتبقى هنا، فاللي بيحصل لما بجمعهم كلهم مع بعض بيديني حاجه مختلفه تماما عن الحاجه الاصليه. اوكي، فدي بيحصل فيها اليسنج. لو انا تخيلت ان انا عايز اريكفر دي دلوقتي من دي، ده مستحيل، ده مش ممكن خالص. هنا ممكن، هنا ممكن ان انا اخد ديب لو باس فلتر، انما دي خلاص السيجنال بتاعتي ضاعت. فاحنا هدفنا من السامبلنج ريت ان احنا نحسب سامبلنج ريت يخلينا من الممكن ان احنا نرجع تاني نجيب السيجنال الاصليه. انما لو انا عندي السامبلنج بتاعي عمل لي irrecoverable distortion بالشكل ده كده، يبقى معنى كده ان انا ما اقدرش ارجع تاني اقدر منها اجيب الايه؟ الجزء بتاع السيجنال الاصليه بتاعتي. فهنتكلم بقى على الحاجه اللي هي الناس يعني بتتكلم عليها كتير قوي في الجزء دوت، هي نايكويست كرايتيريان. ودي بيسكلي بتقول لي بمنتهى الصراحه كده ان انا عندي لو في عندي سيجنال باند ليميتد، وباند ليميتد ان بيسكلي الفريكونسي بتاعتها بتساوي صفر اكبر من لما الاوميجا اكبر من اوميجا ماكسيمم في النيجاتيف والبوزيتيف، يبقى معنى كده لو انا عملت سامبلنج فريكونسي بتساوي توايس سيجما ماكسيمم دي مش هيحصل لي اي مشكله، مش هيحصل لي اليسنج. اوكي، الكونديشن ده بنسميه نايكويست سامبلنج ريت كونديشن. بحسب الاوميجا ماكسيمم بتاعي بيساوي كام واخد الضعف بتاعه، وكده ابقى ضامن ان انا بيسكلي مش هيحصل لي اي اليسنج خالص. اوكي، دي في غايه الاهميه. بس نخلي بالنا من حاجه مهمه قوي، ان احنا عندنا لو باس سبيكتروم او باند ليميتد سيجنال، يعني عندنا بيسكلي الفريكوينسي سبيكتروم بتاعنا من ماينس سيجما ماكسيمم لبلس سيجما ماكسيمم، ما هياش سيجنال مثلا موجوده باند باس فلتر او باند باس سيجنال او حاجه زي كده، لا ده بتكلم على بيس باند يعني اراوند الزيرو ومن ماينس اوميجا ماكسيمم لغايه بلس اوميجا ماكسيمم.